ما أجمل صوت المطر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. اليوم أو الليلة هي ليلة الأول من رجب، ففيها الدعاء مستجاب إن شاء الله، وهو المطر ينزل والدعاء مستجاب عند المطر. فأجملوا بالدعاء، ألحوا على الله جل في علاه أن يفتح عليكم أبواب الخير. أسأل الله العلي العظيم أن يفتح علينا وعليكم وعلى جميع متابعينا وعلى أمة الإسلام أبواب الخير والتيسير، وأن يهدينا إلى صراط المستقيم ويجعلنا من عباده وأولياء الصالحين الذين إذا سألوه أعطاهم وإذا استعادوه أعادهم. نعم، أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وأن يرحمنا رحمة يغنينا بها عن رحمة من سواه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألهمنا الاستغفار، اللهم حبب إلينا التوبة والرجوع. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لإخواننا المستضعفين، اللهم ارحمهم فوق أي أرض وتحت أي سماء، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا الله. اللهم ارحم المستضعفين، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نستودعك المستضعفين في مشارق أرض مغاربها. اللهم إننا نعلم إنك تعذب هذه الأمة في ذنوبها، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تلهمنا الاستغفار، وأن تعرفنا بعيوبنا التي تعاقبنا عليها. اللهم اغفر لنا ربنا إنك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا العودة والتوبة والإنابة إليك يا كريم. اللهم اجعل هذا الغيث ساحا نافعا صيبا نافعا إلى يوم الدين. نسألك ربنا أن تغفر للمتابعين عنا، وأن تعطي كل واحد مسألته، وأن تبطل عنهم الأسهار، وتيسر لهم أمورهم، وأن ترزقهم من حيث لا يحتسبوا، وأن تجعل رزقهم سخاء رخاء، سهلا لينا هينا طيبا مباركا حلالا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم يسر أمورنا جميعا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغنينا بفضلك عن من سواك. ما أجمل صوت المطر، سبحان الله، جديد واحد بربه. اللهم اغفر لنا ربنا واكفينا شر أمورنا. اللهم اللهم اجعلنا نعرف ما هو الخطأ، ما هو سبب هذا الذي نحن فيه. اللهم اجعلنا ندرك أنفسنا، نتدارك أنفسنا، ونتوب إليك توبة صادقة تغفر لنا بها وتعز بها الإسلام والمسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. 12/1/2024. صوت المطر جميل، نتكلم إن شاء الله. يسألوني يعني لازمنا الاستغفار لنا، منهم من يقول أسبوع، منهم من يقول شهر، منهم من يقول شهرين رأينا مطر، ومنهم من لم يرى لربما رأينا رؤى في المطر. كل هذا يعني هل نأخذ سورة البقرة الآن 4 مرات ولا لا؟ فهذا الكلام إن شاء الله بدنا نجيب عليه بإذن الله تعالى. أعتذر، بلعب بالكاميرا شوي. هذا السؤال إن شاء الله نجيب عليه، يعني متى نأخذ سورة البقرة من باب؟ طبعا إحنا هنا ما فيش عنا أوراد، إحنا عنا هون بلغوا عني ولو آية. مفهوم الذي فهمناه في هذه الآية أن نعيش الآية. إذا في حديث صريح لرسول الله أن افعلوا كذا ستروا كذا، أو آية صريحة تقول كما قالت في سورة نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمدد الدنيا الله يعني السماء يرسلها مدرارا. نعم احنا فصل شتاء مش معنى انه يعني الحمد لله رب العالمين يرسل السماء لكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذا هو بيت القصيد. احنا بدنا نقطف هذه الثمار. ليش؟ لانه وعد الله. اذا احنا بنبدا نقطف هذه الثمار معناه احنا على الطريق الصحيح. احنا على الطريق الصحيح. خلينا احنا ان شاء الله يعني نكمل الدرس هنا بالمطر ولا شو؟ ولا شو؟ صوت المطر جميل. شوف نفوت جوا الى الداخل ونكمل الدرس ان شاء الله. صوت المطر جميل ما شاء الله تبارك الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سامع الصوت ويا سابق الفوت يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لمتابعينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إلهمنا الاستغفار. اللهم حبب إلينا التوبة والرجوع إليك. اللهم بصرنا في عيوبنا كي نتركها إن شاء الله. اللهم حبب إلينا القرب منك وحبب إلينا التقوى وعمل الخيرات. اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات. اجعلنا من التوابين. اجعلنا من المنيبين. اجعلنا من عبادك الصالحين. اجعلنا من أولياك أوليائك وعبادك الصالحين. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب سيدنا محمد. تبارك الله ما شاء الله. أمطار الخير أمطار الخير ما شاء الله تبارك الله. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ألطف بمن لا مأوى لهم. اللهم ألطف بمن شردوا وهجروا وألطف بهم يا رب العالمين. اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم برحمة تغنيهم عن رحمة من سواك يا الله. اللهم اجعل القرآن الكريم نورا صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا ممن يقيم حدوده يا رب العالمين. يعني خلي دعاء إن شاء الله ليلة مباركة هذه الليلة مباركة ليلة إن شاء الله يستجاب الله فيها. اللهم سدد لساني ولسان المتابعين وثبت حجتنا. اللهم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما هو قادم علينا خير مما مضى عنا. اللهم اجعل الأيام القادمة أيام رحمة أيام عز أيام مغفرة أيام يزداد فيها سواد المستغفرين يزداد فيها عبادك الصالحين يزداد فيها يعني عدد عبادك الصالحين يزداد فيها التائبين الراجعين المنيبين. اللهم اجعلنا منهم من الذين تابوا واتبعوا سبل المرسلين. اللهم اجعلنا دائما على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا فإننا لا نعرف شيء عن الدين. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم علمنا ما جهلنا من ديننا. اللهم علمنا وأنت قلت وقولك الحق. واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. اللهم ارزقنا تقواك وعلمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الذين نحن ومتابعينا والمسلمين أجمعين من الذين يجاهدون فيك حق الجهاد كما تحب وترضى. اللهم وانت قلت وقولك الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم اجعلنا منهم. إخوتي الكرام إخوتي أحبتي في الله مفتاح مغاليق هذه الدنيا والآخرة هو الاستغفار. نعم فيه تطلب رحمة الله
عندما تلزم الاستغفار وتكثر من الاستغفار بالليل والنهار ويكون لسانك رطب بذكر الله بالاستغفار. نعم، قال رسول الله: من لزم الاستغفار. الملازمة هي الالتساق، التساق يعني لسانك يلتصق بكل الوقت وأنت مستغفر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو جمال القرب من الله، هذا هو جمال معرفة الله. بدك تعرف الله؟ صحابة رسول الله علمهم رسول الله التوحيد 13 عام، فما كانوا يلتفتوا لغير الله وغير رسول الله، يسألوا رسول الله عن دينهم وهكذا. لكن نحن نسأل كل الدنيا ولا نسأل الله. ما عرفنا كيف نصل إلى الله بالاستغفار، ستعرف كيف تسأل الله وكيف لا تلتفت لغير الله. هذا هو بيت القصيد: لماذا تستعجل أن تأخذ سورة البقرة 4 مرات؟ لا تأخذها الآن 4 مرات يا أخي. إحنا ما منعيش تعديد أوراد لا، إحنا ننعيش حياة طيبة كريمة اسمها أنا اسم المستغفر. نعم، أنا اسم المستغفر. هذا لا يمنع الذين يتصيدون في الماء العكر أن يظنوا إني أنا أقول لكم لا تقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن وصلوا والناس نيام وصوموا 2 وخميس وعبدوا ربكم واجعلوا حياتكم من هذا الباب، من هذا الباب، من هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني أنت إذا أصبحت ولي من أولياء الله، الله سيدافع عنك، الله سيحميك، الله سيكون سمعك، الله سيكون بصرك، الله سيأويك إلى كاف رحمته، الله سيرزقك، الله سيعطيك كل الخير، الله إذا سألته سيعطيك وإذا استعدته سيعيدك. من عاد لي وليا، هذا عيشه. لما بتصلي زيد في صلاتك، لما تقرأ قرآن زيد في قراءتك للقرآن، لما بتستغفر زيد باستغفارك، زيد. نعم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. كن من هذا الباب، لا تجلس ساكت وتتكلم كلام فقط كلام، اجعل عبادتك كلها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي وأحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي في النوافل حتى أحبه. هذا بدنا نصل للحب يا أخي، حب الله، أن يحبك الله، أن يحبك الله، ولا حتى أحبه، أن الله يحبك. فإذا حبك الله شو بدك؟ وصلت، تعرف الله، بتسأل الله، ما بتعود تسأل ولا تنظر إلى قرض ربوي ولا تنظر إلى حرام ولا تريد الحرام ولا تريد أي شيء إلا مرضات الله، والله سيكفيك كل شيء، وتحيا الحياة الطيبة الكريمة مع الله في القرب من الله كما عاش أصحاب رسول الله. عاشوا القرب، عاشوا التوحيد، كانوا يسألوا الله عن ملح طعامهم. كيف بدي أعيش إني أنا أسأل الله عن ملح طعامي؟ بدك تكون ينطبق عليك هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي. أحب ما تقرب إليه العبد إلى الله هي الفرائض التي فرضها عليك، لكنك أنت تفكيرك بروح إن الفرائض هي إنك تصوم وتصلي وتحجي وتزكي وخلص، وبعد الصلاة تطلق لسانك في القال والقيل والغيب والنميمة. لا يا أخي، هاي فريضة إنك أنت تنتهي تقطع رحمك، هاي فريضة إنك لا تقطع رحمك وأن تصل لرحمك، إنك أنت تؤدي الحقوق، هذه فريضة، هذه الفرائض التي فرضها، يعني كل الحدود التي حدها الله، كل الأوامر التي أمرها ونهاها الله إلنا، هذه هي الفرائض. مش الصلاة الفرائض فقط، مش الصيام والحج والزكاة، لا، هذه قسم من الفرائض. في فرائض، في لحظة شوي. نعم، هي الفرائض إنك أنت يعني تمتثل لأوامر الله، ما أمرك الله تأخذه وما نهاك عنه تنتهي، وتجاهد نفسك في هذا الباب حتى تصبح من الذين يحبهم الله. نعم، حتى تصبح من الذين يحبهم الله. فبالاستغفار، وعندما تجاهد نفسك في الاستغفار والتوبة والإقلاع وتكثر وتلزم الاستغفار، هناك وعد في الاستغفار موجود في سورة نوح، هناك وعد موجود كذلك في حديث رسول الله: من لزم الاستغفار جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا من كل هم فرجا ورزقكم من حيث لا يحتسب. طيب، هاي رسالة: السلام عليكم، السلام عليكم، أنا من سنوات وأنا أقرأ سورة البقرة وبدأت الاستغفار من مدة قصيرة وشفت المطر بالمنام وفي اليقظة، متى أبدأ بقراءة سورة البقرة 4 مرات؟ طبعا أنا جاوبته، لكن هنا أنا بعد ما جاوبته يعود إلي.
جاوبت بالتسجيل الصوتي. جزاك الله خير عمي محمد. سأكمل الاستغفار والبقرة مرة واحدة. شايف؟ سأكمل الاستغفار والبقرة مرة واحدة. أنا واثقة من كلامك ومتأكدة أنك على طريق الصحيح. بدأت الاستغفار من أسابيع فقط، ووالله والله بدأت أقطف ثمار، بدأت حاجات كثيرة تتغير بحياتي والله ولله الحمد، خاصة بعد ما بعدت عن الناس وما عدت أكثر الكلام ولا أجيب سيرة أحد على لساني، حتى اللي يبدأ يفتح معي مواضيع على حد أقول له خلي على الله، والحمد لله والشكر لله، ولك الأجر والثواب على ما تقدمه لأنك تنقذنا من عذاب الآخرة قبل الدنيا. فالحمد لله رب العالمين. هنا يسألوا، هاي رسالة من رسائل يعني الذين لازموا الاستغفار لربما أسبوع أسبوعين شهر شهرين. يا جماعة انت عمال تتخصص، انت عمال تتخصص عشان تصير داعية الى الله، تحبب الناس في المولى عز وجل، تحبب الناس وتقول للناس ان الله قريب مجيب. الله إذا سائدة أنت امتثلت أوامر لا يقدر تحدث الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروفة هنا المنكر. والله ما نهاك الله أن ترى آيات حسية تلمسها، نعم كالمطر الذي يحركه الله في صحاري. اليوم إحنا في فصل الشتاء صحيح، لكن بالصيف حرك الله المطر في صحاري وأنزل المطر لناس لازموا الاستغفار في مناطق ما في راصد سفر، والمطر نزل وكل مكان والحمد لله رب العالمين. فهذا وعد الله للمستغفرين. فهنا أنت تبدأ تعرف الله، والوعد الآخر يعني بعد ذلك وامددكم بأموال وبنين. فأنت الجميل أنك أنت تعيش التنظير لا ينفع في هذا المجال. والله إني أعرف كل المنظرين، عندما أسمع أي قصة يعني أي شيخ بتكلم عن الاستغفار أعرف إذا كانوا عايش الاستغفار ولا يعرف شيء عن الاستغفار. نعم ملاني أحاديث لرسول الله بكل المواضيع موجودة، لكن ما أين المطبقين؟ لماذا الأمة بيدي للأمم؟ لماذا لا نهتدي سبيل؟ لماذا نسأل الله ولا يستجيب؟ لماذا كل هذه الأسئلة؟ شو المشكلة؟ ليه مش عمالين يعلمونا؟ لأنه كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت بتقول استغفر وأنت لا تستغفر، اقرأ البقرة ولا تقرأ بقرة، اختم القرآن ولا تختم، ما أنت فقط تنظر للناس. طيب أنا عندي مشكلة، شاب عنده مشكلة، شاب عنده مشكلة، عنده مشكلة إنه هو غرقان مش عارف يهتدي سبيل، خربة الدنيا معاه، الدنيا مفتوحة على مصراعيها في الحرام، ما فيش أفق إنه بده يتزوج أو يشتري أرض أو راتب أو شغل مثلا، أو يأخذ وظيفة مليحة يعيش من وراها. ما عنده هذا الأفق، الأفق مسدود، فبدأ ينحرف ودع الله ولم يستجيب الله، ولا يعرف مش عارف يا شيخ مشكلتي 1 2 3 اصبر انت تحت البلاء. اي بلاء يا اخي، اي بلاء يا اخي، هذا كلام. نعم هاي هي، عندما انت بتعيش الاستغفار وبتعرف الاستغفار. عشان هيك انا بقول لك لا تستعجل على سورة البقرة. من بين انك انت طبيب تروح تتخصص بالهندسة وانت مش مخلص الطب؟ هذه هي بالضبط هيك. أنا كل الذي أريده لك والله أن تعرف الله. شو يعني تعرف الله؟ يستجيب الله لك، تصبح مستجاب الدعاء. يسأل أخ هل استجابة الدعاء هي أن الآن أقسم على الله أن يعني يفلق الأرض فلقتين فتنفلق؟ استجابة الدعاء سترى إنك كل أمورك ميسرة. نعم كل أمورك ميسرة، أمورك يعني أنت تدعو لابنك فتره يتوفق، تخرج من البيت وتقرأ دعاء الخروج من البيت ترى إن أمورك طيبة، تنام وتقرأ مثلا آخر آيتين من سورة البقرة فكفتك، أجتك دفعة أكبر فترى إن أمورك ميسرة. يعني حتى إنك بتبطل تسأل، يعني مش من باب إنك أنت لا تدعو الله،
عندي تسأل الله مش عن أمور الدنيا، يا رب زدني علما، يا رب زدني قربا، يا رب اجعلني من أوليائك الصالحين، يا رب اجعلني من الذين إذا سألوك أعطيتهم، وإذا أقسموا عليك بريت قسمهم، بريت قسمهم، يا رب انصر الإخوة هنا وهناك، تدعو للمسلمين، تدعو على الأعداء، تدعو، ترى إنه الأمور بجد عمال الله يستجيب وتأتي الإشارات في الإجابة. نعم، ما خلص انتهى موضوعك انت، يا رب بدي فلوس وبدي اتزوج، هذا الامر ستصل اليه لا محالة، وينتقل فكرك وعلمك لشيء اخر. مش معناها انت بدك تبقى مفلس، لا والله، انت مش رايح تبقى مفلس يعني ماديا وتعبان ومش متزوج، لا، بزوجك الله وبيعطيك كل شيء بالاستغفار. انت بتصل الى معرفة الله، انت بتصل الى اياته السي، انت بتصل الى مفتاح كل باب أغلق في وجهك. فعندما يأتي إليك شاب ويقول لك الأمور معطلة، كل ذنوبك يا أخي توب منها، لكن كلامك أنت مش لأني شاطر، لأني أنا عشت الاستغفار، لأني أنا عشت الاستغفار، والله يوافق هذا الكلام عندما تعيش الاستغفار وتنصح الناس بالاستغفار من باب إنك عشته وقطف ثماره، وعاش معك من عاش مع الاستغفار وقطف ثماره، فعندك عشرات آلاف المتابعين بفضل الله وجدوا ثمار الاستغفار، غير حياتهم الله في هذا الاستغفار، في هذه التوبة والرجوع، فبدأوا يجدوا ضالتهم مع الله، يعني يسألوا الله، معنى عرفوا أين هي الطامة الكبرى. فهنا يوفق الله الذي عاش. ما بتنطبقش عليك كلمة آية كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل، لا، أنت تقول ما تفعل، أنت بتقول للناس استغفروا، وأنت كل يوم المسبحة معك بعشرات الآلاف الاستغفارات. نعم، أنت كل يوم تستغفر وتستغفر، وأنت لازم الاستغفار بفضل الله، والفضل كل لله، الحمد لله رب العالمين. أنت كل يوم مستغفر مستغفر مستغفر، تتكلم عن سورة البقرة، أنت كل يوم بتقرأ سورة البقرة، بيش تنظير مما لا يوافق الله على هذا الكلام. يقال يوما ما، أظن أنه الإمام مالك طلب منه العبيد في زمانه أن يتكلم للناس، أن يعني يعتق رقابهم لوجه الله، يعتق رقاب العبيد لوجه الله، لكن الإمام مالك تأخر، أول جمعة لم يخطب، ثاني جمعة، ثالث جمعة، رابع بعد شهر، بعد شهرين لم يخطب، لم يتكلم عن العبيد. ويوما ما وإذا هو يتكلم، يا جماعة اعتقوا عبيدكم لوجه الله. طيب، فيعني زعلوا عليه الجماعة العبيد وقالوا ليش، يعني عجبا لك انك انت بتقول اعتقوا العبيد الان واحنا طلبنا منك منذ مدة. قال لأني لم أكن أملك عبدا، اشتريت عبدا، عندما ملكت المال اشتريت العبد واعتقت العبد لوجه الله، وقلت للناس اعتقوا كما اعتقت أنا. هكذا لما أنت بتعيش الاستغفار يا ابني يا حبيبي، لما بتعيش الاستغفار أنت وبتقطف ثمار الاستغفار، أنت مفكر حالك أنت مستهين بالاستغفار. وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. نعم، ما انت بالاستغفار رب سخر لك كل هذا الشيء، انت مستقل هذا الشيء، انت مستقل هذا الشيء، سحر بسنين ذنوب. كمان قبل اسبوعين اسبوع جبت لكم نبتة يعني تحت الماء، يعني الماء عندما نفتح الحنفية بنسميها احنا بنزل الماء عليها، فهذه النبتة تعيش كل الوقت، لكن اذا انا يعني فكيت حنفية الماء من مكانها بتيبس النبتة، وهكذا عندما تنتهي من الذنوب بيبس هذا السحر، فيش شيء يسقيه هذا السحر. نعم، يعني بالاستغفار نعرف الله، ننسي نسأل الله يا رب يعطيني يا رب، أعوذ بك من شر الشياطين هاي وشر الناس هاي الظالمي وشر هذا، وندعو لإخواننا هنا وهناك فننفعهم، إذا نفعنا أنفسنا سننفع غيرنا، لكن عندما لا ننفع أنفسنا كيف ننفع غيرنا؟ فسورة البقرة هنا إحنا نعيشها، بلغوا عني ولو آية، نقطف ثمار حقيقة. ما هي الحقيقة؟ إنك أنت بسورة البقرة أربع مرات ستشلح هذه السقطات اللي مغلبتك،
كل يوم بتقع بسقطة، كل يوم تقع بسقطة وانت في حرب مع نفسك ومع هذا الشيطان وهذه النفس الأمارة بالسوء. لكن عندما تكثر 4 مرات بفضل الله والفضل كل لله، وهذه من تجربتي يعني التي عشتها 4 مرات وعاشها الآخرون وقطفوا ثمارها بفضل الله، فأصبحت أنه تكرر وكأنها خذ 400 طير وهم طير صواف سورة البقرة، نعم البقرة والآل عمران يعني كأنهم فرقان طير صواف، نعم. وخذ 400 طير عندما قال المولى عز وجل لسيدنا إبراهيم قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 400 طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكأنه هذه 4 مرات الذين استنبطون، فهي أنا استنبطنا شيء والحمد لله، لكن أنا لم استنبط، مجرد إني عشت كان عندي وقت وعشتها وقطفت ثمارها. في ناس بتسأل هل الاستغفار بصيغة استغفر الله، لسان وشفتين بدون صوت، لسانك لا زال رطب بذكر الله، هذا هو الجميل، انتهى الموضوع. استغفر الله في الصوت صح؟ مش سامي الصوت انت. طيب سورة البقرة 4 مرات أين نقرأها؟ مرة واحدة المفروض يعني مرة واحدة داخل البيت عشان نطرد الشيطان من البيت، واحد داخل البيت من المصحف، كل أنا أطلب من المصحف، ليش؟ لأن المصحف له أنواره، الموبايل ملوش أنوار، الأنوار هذه تهلك الشياطين التي حولك وتجعل لك هالة من نور بإذن الله الواحد الأحد. وهذا يعني معروف، هذا اسمه كتاب الله وهذا اسمه موبايل، هذا لا تأخذه إلا إن لا تلمسه إلا من تطهر، هذا تلمسه تدخل فيه إلى الحمام إلى وأن أجلكم الله، أيوة إنما تريد أن تدخل. فخلينا إحنا على هذا المصحف له أنواره، نعم له هالته النورانية. فنقرأ سورة البقرة مرة واحدة داخل البيت من المصحف بصوت نسمعه فيلين هذا القلب، هاي المرة الواحدة. ممكن هاي المرة الواحدة تجزي، أنا قريت نصها الآن وأريد أن أذهب أشتري بعض الحاجيات، لك ذلك، ثم تعود وتكمل الصورة. وباقي المرات إما في البيت إما في الليل إما في المغرب إما وين تم بدك، في البيت عند دار أهلك في السيارة في المسجد وين بدك، لكن واحد يجعلها داخل البيت. وإذا كانوا 4 على أنا أفضل 3 على جلسي وحدي في آخر الليل أفضل، وإنت حر، إنت سيد الموقف. لكن أنا لا أريد للإخوة الذين يعني يعيشون الاستغفار إلا أن يعيشوا يعني يكثروا الاستغفار ويبحروا حتى يقطفوا كل ثمار الاستغفار، استجابة الدعاء يعني، يعني ترى التيسير أمورك ميسرة أمورك بطلت معطلة، تسأل الله لك عند الله ما لك، نعم لربما 6 أشهر لربما سنة لربما سنتين، شو المشكلة؟ سورة البقرة خذها من باب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ البقرة، من قرأ البيت لا يدخل بيته شيطان 3 أيام. ممكنك مرة كل 3 أيام، مرة كل يوم، انت حر، انت وقتك، انت وقتك شو بسمح لك. لكن اللي بده يعيش سورة البقرة، اللي بده يعيش سورة البقرة بده يكثر، فبتقل عدد الاستغفار وبيزيد عدد سورة البقرة ل4 مرات. وصلت؟ بلغ عن لو آية بدك تكثر، فما تأخذ الآيتين مع بعض سورة البقرة والاستغفار حتى لو استطعت، أنا لا أنصح حتى لو استطعت أن تأخذهم مع بعض. نعم اجعل لك صلاة على رسول الله، نعم اقرأ القرآن، اختم القرآن، يعني لو إنك أنت مثلا تقرأ سورة البقرة 4 مرات فأنت بتستغفر لربما 10,000 12,000 هكذا، لا تستطيع أن تصل إلى العدد الكبير، واجعل لك ورد من الصلاة على رسول الله، لربما 300 صلاة على رسول الله بالصيغة الإبراهيمية أو 100 أو 200 إلا بدك إياته أنت ووقتك. فعشان هيك لا تستعجل إنك تأخذ وكأنك تحمل الدنيا كلها معك، هذا الكلام عددناه وقررنا، أعتذر. بيت القصيد بدي أعرف الله، ليش؟ عشان أسأل يا رب، يقول لي أرى الإجابة. يعني في كثير قصص، في كثير قصص، ولكن مرات بتبقى القصة المتكررة هي الشاملة لكل الموضوع، الشاملة لكل الموضوع. مثلا أخونا الله يوفقه ويفتح عليه وقولوا ما شاء الله عليه،
الله يبارك لك يا أخي يا إدريس، إن شاء الله الله يحفظك من كل عين ومن كل سحر وكل حسد وكل مس. والله يعني لأنه العين لها يعني حق، فأقول ما شاء الله. يعني هذا الرجل يعني يحفظ كتاب الله، والذي يحفظ كتاب الله فهو كل اليوم كتاب الله، لكن كان عنده تعطيل، وعندما لزم الاستغفار تغير حاله. نعم، هذا هو بيت القصيد. لكن المنظر يأتي وينظر، فقط ينظر ينظر، وتهم لا تنتهي، تهم لا تنتهي. على كل حال، عش أي والذي مثلا هذا اللي قرينا، يعني اللي قرينا قصته أو سؤاله، ويعيش مع سورة البقرة منذ الزمن. فإذا حبيت أنك تأخذ سورة البقرة هي البلغ عني ولو آية، يعني أربع مرات، فالاستغفار بينزل معك، مش 30,000. بدك تساوي 30 أنت حر. جميل، أكثر. بدك تساوي 20 أنت حر، لكن الأربع مرات لا تتنازل عنهم بسورة البقرة. إلى متى؟ لربما شهرين، ثلاثة، أربعة، نحن نتفاوت. لربما خمسة أشهر، نحن نتفاوت حتى تشلح السقطات. شو يعني تشلح السقطات؟ كنت مغموس في التدخين، بطلنا ندخن. كنت مغموس بالأفلام والمسلسلات، الأفلام اللي الله بغضب، لأنه في أولاد صغار بيسألوا عن هذا الموضوع، شو هذا السؤال؟ فقالوا لي لا لا، ما تجيب شو هاي الكلمة عشان الأولاد. نعم، الأفلام المعروفة، فتكرهها، بتصير تكرهها، خلص تشلحها، بتشلح المسلسلات، بتشلح الأعراس، بتشلح الكلام الفارغ، الغيبة النمية، بتشلحها، خلص كتت. نعم، كالعصفور الذي يدخل إلى الماء، هو موجود في الماء مبلل، هذه الذنوب مبلل فيها، وعندما يخلص من سورة البقرة أربع مرات ينتفض، فينفض كل هذا عنه، هذا الماء، يعني مش الماء، الذنوب هذه خلص شلحها، غير جلده. بني آدم مع سورة البقرة سيغير جلده، ويصل إلى مرتبة بفضل الله إنه هو بدأ يحب كل شيء أمره الله فيه، وهين جدا الانتهاء، هين جدا الانتهاء عما نهى الله في الصراع، لأنه قضى على هذا الشيطان الذي أمره، وخمد نار قرينه بفضل الله. نأخذ قصة قصيرة، أعتذر للإخوة الذين على الفيسبوك. هي خمس دقائق يا الله. طيب، هذه أخت كانت تعاني، كان عندنا قصة لأخت هي مسؤولة معنا على جروب النساء، كانت تعاني من الناس تكرهها ولا تريد أن تنظر إليها. أتتعجب من هذا الأمر؟ نعم، فهي قصت قصتها وسجلناها، ولكن في لها قصة ثانية، إنه الناس كانت يعني بالعربي هيك، خلينا نبسط، تقرف منها، لا تريد أن تنظر إليها. لكن هي أخت إلنا كمان، نزلنا قصتها في الماضي عشان تقول إنه كيف الناس بتبالغ، لا تبالغ الناس. هذه الأخت كان عندها رائحة ثم كريهة، كانت من مسافة تشم، مش عارف شو تعمل، لكن عندما لزمت الاستغفار ذهبت الرائحة. وتلك الأخت عندما لزمت الاستغفار وسورة البقرة غير حالها مع الناس، والله هذا حق. أعتذر على الفيسبوك، أنا قصيت القصة مختصرة، ولكن هون نسمع قصة التي كانت عندها رائحة فم، عشان تعرف إذا كل باب يدخل الاستغفار، والله يعذبنا كل واحد، واحد برائحة فم، واحد بديون، واحد بأمراض، واحد بسرطان والعياذ بالله، واحد قصف من فوق رأسه، واحد تشرد وبطل يعرف أخوه وين في أي بلد، واحد عقوق والدين، هكذا يعذبنا الله، واحد ديون، واحد أمراض، واحد مغموس في 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 في, في الشهوات، عقاب له، نعم، وبعد عن الله، نعم، هكذا يعذبنا الله. حتى نتوب ونلزم الاستغفار فسيفتح الله علينا ونكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت رحلتي مع الاستغفار، لن أقول تجربة لأن التجربة ممكن أن تفشل أو تنجح، لكن رحلتي مع الاستغفار بدأت سبحان الله إرضائي لله سبحانه وتعالى، وانتهت بإرضائه لي، فجزاه الله خيرا. أخونا محمد
الحجازي قد تعرفت على قناتي منذ 3 أشهر، فبدأت الاستغفار ما بين 20,000 إلى 50,000 بفضل الله سبحانه وتعالى. شفيت من المرض الروحي وشفيت من مرض آخر، أتوقع أنه نادر، خروج رائحة كريهة من الفم. والله إنها يا أخواني ويا أخواتي تنشم من بعد مسافة. كان الكل يعرض ويصد، كنت أدعو الله أقول يا رب السرطان، استغفر الله العظيم، ولا هذه الرائحة التي تنبعث من الفم، وألم مع بالرقبة وبالحنجرة وبالغدد. لم أكن أطعم لا بأي شيء من أنواع الطعام، ولا حتى الماء لا أشربه إلا نادر، كنت أختنق منه. كانت حياتي كلها مستشفيات. فسبحان الله بعد 10 سنوات بفضل الله ثم بفضل هذا العبد الصالح الذي هداني الله لقناتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي له لولا أن هدانا الله. فأتمنى من الجميع تصديق هذا العبد الصالح الذي رأى الله به خيرا كثيرا. لو لم يرى به خيرا ما كان هدى الله به الناس وأنقذت حوائج كثيرة لناس، بعضهم من المال وبعضهم بالشفاء. الحمد لله الذي بين لنا خارطة الطريق. كنا تائهين، لم أترك راقد ولم أترك علاج. فسبحان من بعث في طريقنا هذا العبد الصالح، أخونا محمد حجازي. كانت أموري معطلة تماما وأوشكت على الطلاق. أولادي أمراض وآلام وأسقام وتعطيل كامل. الحمد لله الحمد لله، شفيت وأرضاني الله وفك التعطيل. لا يسمى هناك تعطيل، إنما عقاب يشكله الله في أشكال من المرض والفقر والجوع والتعطيل والحرمان والخوف. الحمد لله وشفاني الله من الخوف، الخوف الذي لا أستطيع أن أجلس في غرفة لوحدي لبضع ثواني. خوف إلى مرحلة الجنون. زوجي بفضل الله ترك التدخين عندما بدأت بالاستغفار. سبحان الله، أود أن أقول أن أسهل وأفضل الأعمال إلى الله ذكر الله وهو باللسان، لكن بالمقابل ما يجعل لك سيئات إلا هو لسانك. سبحان الله، يبني لك الجبال من السيئات بالغيبة والنميمة. فهناك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث 7 موبقات، كلها للعباد، ما عدا حق لله أو إثناء الشرك توقع أو الشرك والربا، أما الباقيات فهي للعباد. فسبحان الله، لم يترك لنا الرسول شيئا لم يوضحه لنا، لكن اتبعنا الشيطان ومن ثم الهوى. والآن أنا منضمة إلى جمعا أكملت رحلتي الباقية مع الأخ محمد حجازي في الواتساب نسويا بإشراف مشرفات جزاهن الله خيرا، رفيدة وجميلة. أظلنا الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبارك الله لنا في هذا الجمع الطيب. نعم، هذه المجموعة،
هذه المجموعة قد امتلأت عن بكرة أبيها، وإن شاء الله سينتقل إلى مجموعة أخرى على التليجرام، لأن التليجرام يستوعب أكثر، على الواتساب لا. وهناك مجموعة أخرى قيد الإنشاء للرجال إن شاء الله. نعم، هذه ستكون جاهزة للرجال إن شاء الله قريبا إن شاء الله، قد بدأوا في إعدادها، واحدة للرجال واحدة للنساء. لكن التليجرام يستوعب أكثر أعداد، ممكن أنك تفتح قناة على التليجرام. الواتساب ما فيش قناة، ما في قناة، في جروب، والجروب قد امتلأ. يعني شوف الكلام هنا عشان تقرأ أنا شو مكتوب. هذه المجموعة ممتلئة، لا لإفساح المجال لأعضاء الجدد يمكنك رفض الطلبات المعلقة للانضمام إلى هذه المجموعة أو إزالة أعضاء حاليين. يعني يا إما أنك بتزيل أعضاء حاليين، يا إما أنك بترفض، ما بتقدرش تستقبل أكثر، خلص في عندنا عدد معين. طيب، فنعتذر إن شاء الله سيرتبوا أمر آخر. هي انتلعت منذ البداية، من أول 4 5 أيام انتلعت هذه المجموعة، لكن إن شاء الله. هذه عند الأخت أم رفيدة والمشرفات الذين اللواتي معها. يعني بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، كل في سبيل الله. يلزم الاستغفار حتى تقطف في ثماره، بعدما أن تقطف في ثماره فإما تعيش آية الاستغفار وإما تعيش سورة البقرة. ونحن لا نعيش أوراد، لكن نعيش بلغوا عني ولو آية، حتى تتجلى وتتلألأ هذه الآية، وبتصير تنصح الأمي تشوف ليش هذا ضايع، فبتعطيه الدواء، تعطيه تقول له إلزم الاستغفار تب إلى الله، وذاك بتقول له أصحارك هي ذنوبك دم تتوب، فخذ سورة البقرة عشان هكذا بتبين الأمور. ولكن على الجميع أن يشغل سورة البقرة داخل البيت، يجعل له ماء مرقي، نعم، يبقى بعيد دائما على الوضوء، يعني محافظ على أذكار الصباح والمساء والليل، ويقرأ آخر يعني سورة آية الكرسي قبل النوم، وآخر آيتين من سورة البقرة، والليلة ليلة أول ليلة من رجب إن شاء الله. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من عباده وأولياء الصالحين. اللهم ارزقنا في هذا الشهر رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا وفيرا مباركا يا رب العالمين. اللهم اجعله سهلا ساحا نافعا يا رب العالمين. اللهم وسع لنا في رزقنا وعلمنا يا رب العالمين، فإننا لا نعلم شيء، علمنا يا رب العالمين، افتح علينا من أبواب العلم وأبواب المعرفة، واجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين، واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الذين يعني آثروا ما عندك يا رب العالمين، أحبوا ما عندك، يريدوا أن يرضوك ويعيشوا في القرب. نعم، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن الكريم نور صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعلي قدر هذه الأمة. اللهم حبب الأمة في التوبة والرجوع والإنابة والعودة، وألزمها وحببها بالاستغفار. اللهم اجعل هذه القناة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها في بلغ عني ولو آية، والناس تأخذ هذا إن شاء يا رب العالمين، تتوب على هذه الأمة وتكشف عنا هذا العقاب الذي سلطت فيه علينا الأمم. نعم، نعلم إنك أنت من سلطت الأمم علينا، وأنت من سلطت الأمراض والأسقام والأولاد والزوجات والجيران، سلطتنا على بعضنا البعض، أنت من فعلت هذا عقابا لنا لذنوبنا، وعندما نتوب سترفع كل هذا وتغير أحوالنا. فنسألك يا رب العالمين أن تحبب إلينا التوبة والرجوع، وأن تحبب إلينا لزوم الاستغفار. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أعطي كل متابع عندي وكل المسلمين، كل واحد يدعو بخير، اللهم أعطيه مسألته وفرج كربه وعلي قدره ومقامه ويسر أمره، واجعل لهذه الأمة من أمرها رشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليقاتكم، أسئلتكم، وصلوا هذا الكلام للأخوال الأحباب. إن شاء الله ينفع فينا وفيكم، وتكونوا
من الذين يبلغون عن رسول الله آية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.